حقق فؤادك في ربى الإيمان، وعيش الحياة بواحة الإحسان. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يعصمنا من الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. الله أكبر. هذه نبوءة من نبوءاته صلى الله عليه وسلم، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد تحققت ووقعت. فإن من الناس، نسأل الله العافية والسلامة، يتمسك من الدين بقدر مصلحته من الدنيا، فإن لم توجد مصلحة في الدنيا ضعف دينه، وإن وجدت المصلحة بما يترتب عليه ضعف في الدين اتجه مع مصلحته في الدنيا، وسار وراء شهواته ورغباته ونزواته. يا أحبتي، الحديث عن الفتن والفتنة حديث مهم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة. من هؤلاء الصحابة حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ثم سأل حذيفة النبي فقال: كنا في جاهلية فأتى الله إلينا بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عما يحدث من الفتن، وذكر النبي له أوصافا من الفتن. لكن مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة أناس يتكلمون بلغة المسلمين، باللغة العربية أو باللغة التي يفهمها المسلمون، قد يكون الحديث باللغة العربية أو بلغة الشريعة، لكن هؤلاء عندهم انحراف، إما لأنهم فتنوا والعياذ بالله بالدنيا، فأصبحوا يؤولون لأنفسهم ولغيرهم، لأن المنحرف دائما يود أن ينحرف بالناس معه، ولذا سماهم النبي دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. هؤلاء المفتونون الذين وصفهم النبي في حديث حذيفة يتكلمون بلغتنا من جلدتنا، يقولون بقول خير البرية، ولكن تعرف منهم وتنكر، يقولون حقا ولكن يتفوهون بالباطل، إنهم يلبسون الحق بالباطل ويخلطون مع الحق باطلا لينحرفوا بالناس. هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. هم يمارسون الانحراف ثم ينحرفون بالناس والعياذ بالله. والفتن يا أحبتي فتن متعددة ومتنوعة، والسؤال الكبير يا أحبتي: ما المنهج عند الفتن؟ ما هي الطريقة التي نسلكها لنعصم من الفتن؟ أولا، نتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: العبادة في الهرج كهجرة إلي، صلوات ربي وسلامه عليه. ما معنى ذلك؟ الهرج هو كثرة القتل واختلاط الأمور كما نراه اليوم،
فالعبادة، كثرة العبادة وكثرة الصلاة والذكر وتلاوة القرآن والصيام في مثل هذه الفتن أجرها كأجر من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كهجرة إلي، فإذا بدأت الفتن ورأيتم الفتن فأكثروا من العبادة، أكثروا من كثرة الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن، فإن هذا يعصم من الفتن. ثانيا، لنحذر من استشراف الفتنة. ما معنى استشراف الفتنة؟ مثلا موقع يطرح الشبهات، فاحذر أن تفتحه، لا يكون عندك حب استطلاع ولا يكون عندك حب استطلاع، لا، أغلقه، لأن النبي أخبرنا أن الفتنة من استشرفها استشرفت أخذته معه. ولذلك في الفتن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماشي فيها خير من الساعي، والجالس خير من الماشي. فإذا جاءت الفتن فاجعل بينك وبينها سورا قويا، لا تقرأ، لا تسمع، لا تتكلم في أمور الفتن. هذا هو المنهج، هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كان السلف رحمهم الله عندهم حذر في الفتن، إذا جاءت الفتن انقبضوا عنها وابتعدوا عنها، ومهما جاءهم من يحرضهم لا يسمعون له. يحاول بعض الناس أن يدفعك إلى الفتنة، قل لا لا، ابتعدوا عنها. ولذلك لما جاءت فتنة ابن الأشعث، ابن الأشعث قائد من قادة الدولة الأموية، وكان ذاهبا لقتال الكفار، وفي الطريق يعني دار في عقله أن ينقلب على الدولة الأموية وأن يقاتل الحجاج بن يوسف. فطبعا في مثل هذه الحالات لابد أن يذكر مساوئ الحجاج وضخمها في أعين الذين معه، ثم رجع وأراد أن ينقلب على الحجاج وبدأ القتال. كان من علماء العراق أو المتواجدين في العراق مجاهد بن جبر رحمه الله، فجاءوا إليه وبدأوا يحاولون تحريضه على الفتنة، فكان أحدهم يقول: اتق الله، قم جاهد مع المجاهدين، هؤلاء يقاتلون هذا الفاسق الظالم الحجاج بن يوسف. فلما ألح عليه وأكثر عليه قال: يا أخي، دع، اجعله بابا من أبواب الخير لم يفتح لي فيه ولم يخرج من بيته. ومرة كثر الحديث أن رجلا قيل إن هذا هو المهدي المنتظر، وهذه ما أكثرها، دائما تطرح المهدي المهدي، وليست حديثنا عن المهدي الآن. فجاء رجل إلى سفيان الثوري وبدأ يسأله عن المهدي، فقال سفيان: لو وقف على بابك المهدي لا تكن منه في شيء حتى يجتمع المسلمون عليه، ما دام المجتمع عليه عدد قليل أو كذا فاحذر، احذر هذه التحزبات الصغيرة. أيضا في الفتن يا أحبتي الالتزام بجماعة المسلمين وإمام المسلمين، كما أوصى النبي حذيفة، قال: إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تلزم بيتك، تلزم بيتك، كونوا أحلاس بيوتكم. ما معنى أحلاس بيوتكم؟ الحنس هو البساط أو السجادة البالية، فإذا أتت الفتنة إلزم بيتك واخرج صلي صلاة الجماعة وارجع إلى بيتك واحذر. طبعا الآن عندنا مشكلة في هذا الزمن، وهو أن الفتنة تدخل البيت عبر الأجهزة ووسائل التواصل، فلا تنظر فيها وأغلقها إغلاقا تاما. إذا أتى إنسان يرسل لك بعض الشبهات فأعطه بلوك بسرعة بدون توقف، لأن الفتنة إذا استشرفتها استشرفتك وأخذتك معها. أيضا مما يوصى به في الفتن أن يلزم الإنسان علماء المسلمين الكبار،
الذين شابت لحاهم في العلم والتعليم والدعوة، وعرفوا المصالح العظمى والمفاسد العظمى، عرفوا الترجيح بين المفاسد والمصالح، عرفوا الترجيح أيضا بين أو أدركوا مآلات الأمور وإلى أين تذهب. أحيانا قد تعجبك بعض الأشياء، بعض الأفكار، بعض الطروحات، لكن مآلات هذه الأمور خطيرة جدا، فاحذرها وحذر منها وابتعد عنها ولا تقترب منها. ولذا فإن الإنسان إذا نزلت الفتن يلتزم العلماء الكبار الذين جمعوا بين العلم وكبر السن والتقوى ورجاحة العقل. أما الحماس الغير منضبط والحماس الغير مستقيم على أمر الله عز وجل فإن هذا يورد صاحبه المهالك. يا أحبتي، لو تأملتم التاريخ الإسلامي وتاريخ الأمم الأخرى، كل أمة لها نصيبها من الفتن، ليس فقط المسلمون، لا، لكن نحن نتكلم عن المسلمين. لو تأملتم التاريخ الإسلامي كما ذكر شيخ الإسلام ملحظا مهما في منهاج السنة، قال: ما خرج أحد ممن ينسب إلى العلم على المسلمين وحمل السيف على ولاة المسلمين إلا وفشل خروجه. قد ينجح آخر ليس من أهل العلم، لكن هذا لأنه من أهل العلم ولأنه يعلم خطورة هذه الأمور، عندما ركبها فإنه لا يوفق وينتهي أمره إلى الفشل. حتى لو كان صالحا، لو كان تقيا، هذا يعني صلاحه وتقواه وعبادته وكثرة محفوظاته لا تدل دائما على التوفيق، ولا تدل دائما على رجاحة النظر، ولا تدل أيضا على فقه مآلات الأمور. يا أحبتي، التاريخ مليء وفيه شواهد وفيه عبر وفيه دماء وفيه مصائب على المسلمين، ومن هذه الأمور دخل العدو واستضعف الأمة وأراد أن ينال منها، لأن الله عندما لم تستقم الأمة على أمر الله عز وجل جعل الله بأسها بينها. قد يقول قائل: قد يوجد منكرات ويوجد أيضا أحيانا ولاة فسق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر، وأمرنا بالنصيحة، وأمرنا بالاستقامة على أمر الله عز وجل، وكما قيل: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر، نقول الحق، ننصح المسلمين، لا نخاف في الله لومة لائم، لكن ما فيه فتنة مستطيرة، ما فيه شر، ما فيه دماء، فإننا نقف دونه لئلا تعظم الفتنة ولئلا تكثر الفتنة. قد نريد خيرا، فعندما نفتح باب الدماء تحدث مشاكل كثيرة. ولذلك يا أحبتي، يجب علينا دائما أن نلتجئ إلى السكينة والهدوء حتى تنجلي الغمة، كما قيل وأكرر مرة أخرى: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يهديهم سبل السلام، وأن يزيل عنهم الفتن. وأكثر دائما يا أحبتي من الدعاء بأن يعصمكم الله من الفتن: فتنة النساء، فتنة المال، فتنة القتل، فتنة الشبهات، فتن متعددة ومتنوعة. أكثر دائما من سؤال الله أن يعصمكم من الفتن وأن يحفظكم منها. نسأل الله بمنه وكرمه أن يعصمنا من الفتن، وأن يحفظ المسلمين عامة من كل فتنة
ومن كل شر إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان، تلقى النعيم بدوحة القرآن.